ايه بتحبي تعملي في الاجازه يعني شم النسيم؟ بتحبي تعملي ايه؟ بقالي كتير ما خدتش اجازه في شم النسيم. مش بغض النظر ان احنا بغض النظر لا ما باكل، ما بعملش حاجه غير باكل فسيخ بس. بتاكلي فسيخ؟ باكل فسيخ، فالفسيخ بيأدي ان انا بنام طول اليوم. ربنا يكون بس فهم. وبصحى بقى تاني يوم، فيعني اثاره بتفضل يوم واحد، بتروح تاني يوم فخلاص. بصوا احنا عم نفكر شم النسيم بان احنا بنروح الحفلات، يعني شم النسيم بالنسبه لنا بتبقى حفلات. يعني انت متعود شم النسيم تقضي حفلات؟ لا، العب كوره الاول بعد كده اروح الحفله. يعني دي كان بالنسبه لنا ان احنا ننزل نلعب كوره وبعد كده نشوف هنعمل ايه. بس هو بنلعب كوره الصبح والحفله بتبقى بالليل. النهارده بقى الحفله باديه بدري جدا. طب بالنسبه للفسيخ بقى والحاجات؟ لا، الفسيخ والحاجات دي انا بمتنع الصراحه، يعني عشان في ناس كتير ممكن تتضايق مني كتير. فانا بعيد عن الحاجات دي يعني ما بقدرش. بس احنا بنركز في اللحمه كويس قوي يعني بنركز في اللحمه كويس او بس موضوع جو الحفله. انا بقول لك لسه فاكر من كام سنه، احنا بنتكلم في التسعينات، كان الفنان ايهاب توفيق بيروح لمقر النادي الاهلي وفرع النادي الاهلي في مدينه نصر، وقال لي مدينه نصر كان لسه بقى البيسين وحاجه جميله جدا كانت بتتعمل، ولحد دلوقتي فاكرين افتتاح البيسين والفنان ايهاب توفيق والفنانين. والنهارده اهو اهلي الجزيره والشاشه الجميله اللي محطوطه في اهلي الجزيره عشان الناس تستمتع بكل حاجه، اللي عايز يتفرج على ماتش، اللي عايز يتفرج على الحفله، لانه ممكن يبقى مثلا واحد مش قادر يقف قدام يشوف الفنان، شايفه من ورا. فانت نادي بيقدم لك خدمات عشان تبقى انت جوه الحدث بجد.